بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الصادق عليه السلام إن أيام زائرية الحسين عليه السلام لا تحسب من أعمارهم ولا تعد من آجالهم. ما هذا العشق لك سيدي يا حسين، وكيف غرق الناس في حبك إلى حد أن يشتاق فيه المرء إلى الحزن والبكاء والمشي واللطم والخدمة الحسينية والمواكب الحسينية والقدوم إلى كربلاء. فسبحان الذي أسرى بحبه في قلوبنا حتى دنا إلى الروح فبات أغلى منها. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. نسأل اللهم أن يجعلنا دائما في خدمة الحسين وفي خدمة زوار الحسين، واللهم لا يحرمنا من زيارة الحسين في الدنيا ويرزقنا شفاعته في الآخرة. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم ما بعد الأربعين، وإن شاء الله في هذا اليوم كذلك نتطرق إلى بعض البرامج وبعض الفقرات الجديدة التي تعرفكم ماذا قدمت مجموعة قنوات الإمام الحسين الإعلامية خلال زيارة الأربعين. ننتقل إلى الكارت التعريفي ومن ثم نكون في خدمتكم، رافقونا. Thank you.
نعم مشاهدينا الكرام، بهذا الكارت التعريفي المختصر حتى نبين ما قدمت قنوات الإمام الحسين عليه السلام من مجموعة كبيرة جدا من برامج، وهذه البرامج أسلفنا سابقا على أنها تصب في الخدمة الحسينية والقضية الحسينية وزيارة الأربعين، وهذا كله حتى هو الغاية إيصال فكر أهل البيت عليهم السلام ونور أهل البيت إلى جميع أنحاء العالم وبخصوص زيارة الأربعين. لهذه الزيارة مظلومية إعلامية كبيرة بقدر هي نفس الزيارة طبعا، لأن اليوم مش قد ما نكون في خدمة المشاهدين في التغطية لهذه الزيارة ولعمل البرامج حول هذه الزيارة، نحن مقصرين تماما باتجاه الزيارة، وكذلك مقصرين تماما باتجاه الخدمة الحسينية. ونسأل من الله التوفيق والسداد، ونطلب من الله أن يوفقنا طبعا ذلك على نهج محمد وآل محمد، وحتى نكون في خدمة الموالين بشكل أوسع. طبعا ننتقل إلى فقرة سريعة وكما تعودتم عليها، هي فقرة ثمار الأربعين، رافقونا. طبعا ناخذ اول احصائيه اللي احنا دائما نعرج عليها، وهي من اهم الاحصائيه اللي انطلقت في قنوات الامام الحسين عليه السلام، اللي هي 1900 ساعه ولله الحمد، وهذه هي كانت كلها تصف في خدمه المولى وفي خدمه مشاهدي ومتابعي مجموعه قنوات الامام الحسين عليه السلام. كذلك عدد ساعات البث المباشر لزياره الاربعين، هذا فصلنا بها اكثر من مره، وكذلك هذا هو البث الكلي لزيارة الأربعين. وننتقل إلى حضور الشخصيات. طبعا حضور الشخصيات مهم جدا، واليوم يعني ولله الحمد الإحصائية لحضور الشخصيات في خلال زيارة الأربعين هي 186 شخصية حضرت لمجموعة قنوات الإمام الحسين، أو بالتحديد قناة الإمام الحسين العربي. طبعا هذه الإحصائيات هي خاصة بقناة الإمام الحسين العربي. ننتقل إلى عدد الاتصالات اللي أشرنا إلها، وهذه كان من الضروري جدا طبعا نبين لكم هذه الإحصائيات، لأن من حقكم اليوم أنتم كمتابعين تعرفون ماذا حدث وجرى وقدمت قناة الإمام الحسين عليه السلام. طبعا هي كان الاتصالات الفعلية 1025 اتصال. ننتقل إلى الكارت الآخر، البرامج اللي قدمناها في قناة الإمام الحسين 10 برامج، وإن شاء الله غدا سوف أتناول البرامج بتفاصيلها تقريبا العشرة، حتى يكون مسك الختام للبرنامج هو لقناة الإمام الحسين العربية، لأن احنا ما تناولنا لحد الآن، يعني من طلق البرنامج اليوم رابع يوم ما تناولنا بشكل تفصيلي لهذه البرامج ما قدمته قناة الإمام الحسين عليه السلام الناطقة باللغة العربية. ننتقل إلى الكارت بعده، عدد ساعات البث المباشر لزيارة الأربعين، هذا اللي هو احنا سابقا هم عرجت عليه وبينت انه هذا العدد الساعات 165 ساعة، هذا هو البث المباشر للمشاية اللي احنا المشاهد من يوم اللي يريد يتابع. شلون هسه اذا احنا ننقل الكاميرا الى اجواء بين الحرمين فتكون فقط اجواء المشاية. كذلك انتهينا من هذه الفقرة. ننتقل الى مشاهدينا الكرام الى تعريف حول قنوات الامام الحسين عليه السلام، ولكن اليوم ان شاء الله نتناول برامج قناة الاردو وقناة التركي. نذهب الى هذا التعريف ومن ثم نعود وياكم. اور انسان ایسے ہے جیسے ہزاروں غلاموں کو انہوں نے راہ خدا میں آزاد کر لیا ہو، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے ثواب، جیسے اس دن حدیث پڑھ رہے تھے کہ کم سے کم ثواب زیارت، جو یہ دنیا سے جانا ہے یہ کس صورت میں ہے، نموت موتن او نقتن، ہم
یہ جو عادی موت ہے اس سے دنیا سے جائیں گے یا پھر ہم قتل کیے جائیں گے شہید کیے جائیں گے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلاؤں کے دور ہونے کا باعث ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہر اس مومن پر واجب ہے جس کا عقیدہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اللہ کی جانب سے امام ہمارے ساتھ حصہ لیتے ہیں اللہ ان کی تمام حوائج کو برآں دفع کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام جی باجی آپ کی آواز کربلا مقدسہ کی تیری عصمت کا ہے روشن یہ حوالہ عباس کیا کہ تجھ کو حسن زنجیر زنایا یا دست جاتی چی پاشا برا برا جلیلن Grammatikasında da belə bir qayda var ki, hər bir ammın, yəni umuminin bir xüsusisi var. Mən zəlləzi yeşfə indəhu illə mən əzinə ləhur rəhm. Xidmət üçün burada bu gözəl əcvalar üstünə edə bilmərik sizə yetirək o qədər. Yəni o burada olan bilər necə bir dad var, necə bir ruhaniyyət var, burada hazır olan var. Məndən salam olsun kəsilən başlara, məndən salam olsun getmiş Kərbəla şəhidinə, məndən salam olsun bu iki gündə gələn Azərbaycan şəhidlərinizə, şəhidim Azərbaycan. Salamı qəbul elə, ya Hüseyin, ziyarətimizi qəbul elə, ya Hüseyin. طبعا مشاهدينا الكرام مثل ما شفتوا هذه البرامج اللي هي تم تقديمها من خلال شاشة قناة الإمام الحسين الناطقة باللغة التركية وكذلك باللغة الأوردو مجموعة من البرامج. طبعا هذه البرامج هم إلها ثقلها في بلدانها ومتابعيها، والحمد لله أنه هذه البرامج طبعا كل سنة قاعد تتطور هذه البرامج وتنضاف أكثر لهذه البرامج، يعني تكون برامج اكو ثابته سنويا ومن ثم اكو اضافه والحاق لهذه البرامج. طبعا هنا هم الاخوه كانوا يعني مرابطين هم على اكثر من مكان مثل منفذ زرباطيه او كذلك هناك وقفه كانت لهم في طريق يا حسين، وقفه في البصره، كذلك لهم وقفه في طريق مقر القناه عمود 1114، كذلك هناك وقفة مهمة جدا وانطلاق يعني مركزية للقنوات وهي مقر شارع الإمام الحسين عليه السلام شارع القبلة، بالإضافة إلى مقر قنوات الإمام الحسين عليه السلام هو هذا المقر الرئيسي والحالي اللي احنا واقفين به. ودائما هم نبث لكم قبة أبي عبد الله الحسين عليه السلام وهذه الصورة، حتى ربما يعني سائل يسأل يقول يابا انتو ايش عجب ما تخلون ديكور، يعني ليش انتو دائما تطلعون مباشر مع قبة ابي عبد الله الحسين عليه السلام واخيها بالفضل عباس. طبعا ان شاء الله راح اجاوبكم، ولكن ننتقل الى هذا هو شبه الفاصل. انا اختاريت هذا الفاصل لسبب، طبعا لاهمية الموضوع، وراح نشوف وهو نستذكر بايام الاربعين، لان انا حقيقة هواي يعني متألم على انتهاء زيارة الأربعين، مو بس أنا، كل خدمة سيد الشهداء وخدام أبي عبد الله الحسين متألمين على انتهاء هذه الزيارة. خلينا ننتقل إلى هذا الفاصل السريع ومن ثم نرجع وياكم ونعرفكم سبب أنه احنا دائما بثنا يكون مباشر مع القبب لسيد ومولاي أبي عبد الله الحسين عليه السلام وأخيه بالفضل العباس. رافقونا. Mm-hmm.
السلام عليك يا أبا عبد الله. زيارة الحسين لو إيش ما نسولف عنها، إحنا مقصرين بحق مولاتنا زينب سلام الله عليها. زينب آه يا زينب، ماذا شافت زينب بالطريق؟ زينب شنو شافت؟ إيش ما نسوي؟ أبونا يخدم وأنا طلعت أمشي وكل أقول مقصرة وياك يا مولاتي يا زينب. زينب فخر المخدرات، زينب نتعلم من عندها العفة، زينب نتعلم من عندها الحجاب. المسيرة الحسينية إن شاء الله تهدي بنياتنا وليداتنا على هذا الطريق، وإن شاء الله بحق الحسين وآل الحسين يحفظ العراق إلهي آمين، وشعب المسلمين والمسلمات، وإن شاء الله كل من أوصاني بالدعاء. اللهم شاف المرضى بحق الحسين يا الله، إلهي بزينب. اللهم اجعلنا من زوار الحسين ومن خدمة الحسين ومن السائرين على نهج الحسين. أقل للزينب يا زينب كلها تموت لكن مو مثل موت حسين. حسين على صدر داسة الخير ثلاثة أيام يا مولاتي، لا تخسين لا تشفين. ثلاثة أيام لا تخسين لا تشفين. ينوح علي يذكر يوم، ينوح علي يذكر يوم. أقول الخدام أنتم خدام الزهرة وإحنا المشاي ومأجورين يا خدام الحسين، ما قصروا ويانا إن شاء الله ويحفظكم ويزيدكم إن شاء الله لخدمة الحسين. حجية إذا يوم من الأيام أجت الأربعين يوم ما قدرت تمشين وما قدرت تخدمين، شنو وصيتك الأولاد وبناتك؟ والله وصيتي لأولادي وجواريني وأقاربي والشيعة المسلمين لا يفوتون هاي الزيارة. هاي الزيارة تظل جمرة بالقلب، جمرة حرارة ما تطفى إلى يوم الدين. شو أقول لك أنا؟ يعني أنا خادمة الحسين وقاعد أخدم الحسين، ويعني إجت الزيارة وش ما ظروف عندي. قلت لي يا أبو عبد الله ارزقني زيارتك وارزقني مشيتك يا أبو علي، وتعبانة وأحس بنفسي تعبانة، بس أقول ما كل شيء ما مسويه ويا زينب. زينب شلون حالك جيت؟ وها ويلا عليك يا زينب. نبعيد زينب عمة عيني وهي تنظر إلى كربلاء تقول له أخوي تمنيت القبر بيبان. يا أبو علي يا أخوي، آه يا زينب، آه يا مولاتي يا زينب. عظم الله لك الأجر يا مولاتي بمصاب الحسين، عظم الله لك الأجر بمصاب العباس، عظم الله لكم الأجر جميعا. صاحب العصر والزمان وفاطمة الزهرة، مسير الأربعين إمام الحسين وأخيه أبو الفضل العباس يعود علينا وعلى شعب العراق بالأمان والحفظ، وترجع الزوار إلى كلمة الأهل سالم غانم. أي والله حب الحسين يعني جابنا للزيارة، وإن شاء الله صارنا 13 سنة نجي، إن شاء الله ثمرة الإمام الحسين سنة عن سنة إن شاء الله تزيد. صعبة هذه مواساة مع سيدي ومولاي رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام على ما مرت به ذريته من التشريد ومن القتل ومن النهب ومن السلب وحتى حرق البيوت. نحن ننتظر الأربعين يوما بعد يوم، نريد أن نقدم شيئا إلى هذه الأسرة الكريمة، إذا هذه الناس الذين اتقوا ربهم وحاربتهم الناس بسبب هذه التقات إلى ربهم. وإلا الإمام الحسين أتى إلى كربلاء، هل كانت لديه أرض مسلوبة أم كانت لديه ثأر مع العراقيين؟ لا، رفع شعار لن أخرج أشرا ولا بطرا ولا مظلما ولا فاسدا، بل خرجت لطلب الإصلاح. هذه هي الخاق الحسينية، طلب الإصلاح في أمة جدي، لآمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. نقسم عليك بالحسين أن لا تحرمنا من خدمة الحسين ولا تحرمنا من زيارة الحسين. طبعا حقيقة أنا واقعا خليت هذا اللقاء هو لاستذكار أيام الأربعين،
كانت الحرارة مبينة في قلوب النساء، في قلوب أمهاتنا، هذه الحرارة اللي أشار إلها رسول الله صلى الله عليه وآله، الذي قال أن لقتل ولدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين. حقيقة هذه الحرارة إش قد ما نخدم، إش قد ما نقدم، إش قد ما نقدم هو قليل بحق سيد الشهداء. إش قد ما نقول إحنا قدمنا بعدين بالنتيجة نشوف آخر المطاف، إحنا مقصرين في حق سيد الشهداء. نتمنى إنه السنة القادمة موجودين في هذه الدنيا حتى نخدم. إذا هالسنة ما توفقنا للخدمة بالإخلاص، إن شاء الله السنة الجاية نتوفق في الخدمة بالإخلاص. هذا طموحنا، إنه يكون هذا عملنا مقبول عند صاحب العصر والزمان، في عين صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. وإن شاء الله السنة القادمة يكون الظهور حتى نخلص من هذا الوضع المزري اللي حاليا نعيش به، خاصة اللي يعيشون به شيعة أمير المؤمنين عليه السلام. في بادئ الأمر أنا طبعا أشكر يعني شكر وتقدير للأخوة والزميلة آلاء طاهر اللي عدت هذا اللقاء المهم مع النساء، مع المؤمنات، مع أمهاتنا، مع أخواتنا. إذن الكلام كثير والوقت قليل، وعندنا بعد فقرات وننتقل إلى فقرة سيلفي، رافقونا. يا هلا. اهلا حياك الله سيدي. اهلا شلونك؟ الله يحفظك. ان شاء الله بخير. الحمد لله انا بخير ما دام اسمع هاي الاصوات، الناس الطيبه، الناس البساطه، نقول الفطره الكبار السن، من اسمع يتصل بشكل من برنامج فطرس. صار لك كثير بهذا البرنامج؟ يعني تقريبا السنه الثالثه، يعني من كورونا. من كورونا اي نعم الحمد لله. زين ملتزم بهذا البرنامج؟ بعد لازم التزم. صرت لي انا يعني شو اقول، يعني شبه يقول انا ابو الفكره، مو الفكره وانما صاحب الهداية. أنا انهديت وقلت أريد أزور الناس، حبيت هذا البرنامج لأن شفت ناس هواي، يعني يكون ناس يقول أنا 4 سنوات 5 ما زار الإمام الحسين. زين، مع العلم هو بارتباط يومي طبعا. مشاهدينا الكرام، هو يعتبر من أصعب البرامج. تعال شوي. يعتبر هذا البرنامج من أصعب البرامج. واحد يقول لا بتر هو اتصالات واستقبال اتصالات، أوكي ماكو مشكلة، ولكن الصعوبة بالموضوع الالتزام اليومي، خاصة مثل الملا عند بعض البرامج، عند بعض الالتزامات، عند بعض المجالس، وأكثر المجالس هم يأجلها لأجل هذا البرنامج. مع العلم هو وقته نصف ساعة بس هو لازم التزام. التزام هيك التزام هواي، يعني هواي يتصلون مرات من أجل ليس أو حملة أو قراءة أو كذا، فأقول له عندي برنامج 10:30، يعني بيدك الوقت مثلا من 9 من 10 حددهم. اي حددهم. ليش يا ابي فطرس؟ يا ابي فطرس يوميا تلاقي هذا. انا احس فطرس يعني بي يعني ثواب بخدمه، لان اشوف الناس اللي يعني حبته والزور ودخل الحرم من خلال اتصال وهو قاعد ببيته. زين، هم اكو اتصالات مؤثره بيك؟ والله كثير اللي يتصلون، اللي مثلا اللي ما زار امام الحسين يقول انا 3 سنوات أو 4 سنوات ما زار امام الحسين واتمنى زياره حسين ويبكي. زين، مرات انا مرات اقول له يابا تعال على حسابي. مرات هم تزور لهم نيابه؟ اي ازور نيابه. هاي الناس من يوصوك بالدعاء والنيابه يوميا تزور لهم؟ لا مو شرط يوميا، مرات يعني بين يوم ويوم او 3 ايام، بس من تدخل للحرام وتصلي وتزور، مثلا صلي ركعتين نيابه عن برنامج فطرس اللي قالوا لي صلي لنا، فخاف يعني اكون حتى اكون صريح، يعني مو كل شخص اصلي له ركعتين، يعني تعرف المتصلين. بس تحدد الاسم طبعا، اهم شيء برنامج فطرس. موافق ان شاء الله. الله يحفظك سيدنا. امنيتكم بهذا البرنامج؟ والله امنيتي انه هذا البرنامج يكون متواصل طبعا، حتى لو مو يوميا، حتى لو نقول مثلا اسبوع 3 حلقات، لان احس بيه الناس جايه تاخذ من خلال برنامج فطرس حوائج. انا العلم يعني مو فقط برامج سفرتهم البنين وكذا، لا، بهذا البرنامج طلبوا وتحقيقة حوائجهم ونجحوا، منهم اتصلوا وقلنا دعيتنا من خلال فطرس ونجحنا. هاي بخصوص على مستوى الدراسة والمريض. نعم، المريض والزوجة. اي صحيح. اي الحمد لله. شكرا لك. شكرا لك. حفظك سيدي. يحفظك الله ويبارك فيك. يبارك بك. نرجع الى الاستديو، رافقونا. Thank you.
طبعا اللقاء ويا محمد السيلاوي ممتع حقيقة. هذا الإنسان محمد السيلاوي الخادم المخلص يمتاز بفد مسألة معينة، وهو إنسان ترابي من طينة قبل ما لهنا، على عفويته يتكلم، على سليقته يتكلم بدون أي رتوش، ويتكلم جدا بعفوية. ومثل ما شفتوه بخصوص من أشار إلى موضوع قال إنه أنا اهتديت لهذا البرنامج، طبعا هذا البرنامج كان يحتاج لواحد بالفعل يكون يعني من باب الهداية، وأنا أشرت إلى أنه برنامج فطرس هو من أصعب البرامج في قراءة الإمام الحسين. الصعوبة الموجودة هو كلش واحد يقول أبا ترى ما بيش بس اتصال، بس أرجع وأكد الصعوبة بالالتزام، لأنه هو برنامج يومي والإنسان لازم يجيش نفسه ويفرغ نفسه من، طبعا يجيش نفسه للبرنامج ويجهز نفسه للبرنامج ويفرغ نفسه من مشاكل الحياة اللي بعد، بحيث لا يكون عنده ارتباطات مع الآخرين. تدرون إحنا الشعب العراقي شعب اجتماعي، يوم مناسبة عرس، يوم فاتحة، يوم إلى آخره. فشكر وتقدير لمحمد السيلاوي، موفق إن شاء الله. ننتقل إلى السيلف الآخر وإن شاء الله نلحق على الاتصالات. صار نص ساعة قاعد منتظر السيد يخلص النقاش حتى اخذ وياه الكواليس وزين على برنامج بداية الساعة. انت تعثر عليه كمل، هذا الولد بعده قاعد والنقاش طول، يعني ما قد تقرون نص ساعة اكثر. ابو نستغل الفرصة ما دام السيد شوية الولد انتهوا، انتهوا الولد بشيخ مع احد المشايخ قاعد يتناقشون وياه، وقواهم الله سيدنا موفقين ان شاء الله. الله يبارك فيكم واحسن لكم العزاء سيدنا. طبعا سيدنا احنا يعني دائما نظهر انا وياك في برنامج جاد رسمي، ولكن اليوم احنا في كواليس برنامج ما بعد الأربعين، طبعا هم برنامج خالي احسن الله يسلمك. سيدنا ايام زياره وقطوعات ولود، وصعب عليك قاعد توصل وبهذا الاجواء، هسه الله يساعد الخدمه، الله يساعد الزوار، ولكن يعني بطبيعه الحال الجو جدا حار. وصولكم لهنا متاعبكم اليوم، انت اللهم يكتب عليك الصحه والعافيه والسلامه، تعرضت الى حادث والحمد لله والشكر اللهم يعني يعديها على خير ويقومك بالصحه والعافيه ويخلي الخيمة على راس عيالك. سيدنا سولف لي عن هذه التجربه الجديده بالبث المشترك، والتجربه الجديده اول مره تصور بهذا الموقع، الموقع اللي هو بين يعني بشارع القبلة والضريح القبلة زين. طبعا هي تجربة عظيمة فعلا، خصوصا اذا كانت على شاشة قناتين الهن الاعتبار الكبير، خصوصا في اوساط الموالين، اوساط الشيعة الموالين. طبعا المناسبة تتحتم أو تحتم على اللي عندهم نهج حسيني مثل قناة الإمام الحسين عليه السلام وقناة الإمام المرجعية، أن تتكاتف وتظهر بالشكل الصحيح وبالشكل المناسب مناسبة لهذه المناسبة العظيمة. مناسبة يعني لازم يكون حضور قوي، حضور مو ضعيف. فلذلك هذا النوع من الاشتراك في البث وتقديم هذا النوع من البرامج مصدر قوة حقيقة للقناة وللشيعة عموما. الحمد لله، جزاك الله خير. كانت استفادة الناس من هذا البرنامج؟ أنا اللي أشوفه يعني بشكل شخصي، نعم، من خلال اتصالات شخصية يتصلون بي، من خلال الناس اللي يشوفون الرسائل اللي توصل، الرسائل اللي توصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي أيضا، أكو تفاعل كبير جدا. يعني هذا النوع من الاشتراك بين القناتين خلى الصوت يوصل مع الصورة اللي تساهم في
إيصال مظلومية الإمام الحسين عليه السلام إلى كافة أرجاء العالم. سيدنا قاعدين حاليا في مركز البعثة لسماعة سيد صادق حسين الشيرازي، والناس واقفة تريد تسأل من جنابك ومو فقير ان شاء الله. طبعا بعد اكو ناس هم يريدون يسألون من السيد، وحتى قاموا انا قاعد يجون ناس ايرانيين. سيد انت لازم تتعلم ايراني هي حتى تجاوب هاي الناس. مثلا مو في اللغه مثلا في ايصال المعنى هسه سواء تكلمنا عربي او تكلمنا دارجي ما يفرق، المهم انه نوصل المعنى. اذا قدرنا نوصل المعنى هذا كافي. موافق ان شاء الله سيدنا. كلمة اخيرة لهذا الزوار، شنو عجبك تقول للزوار للخدمة للزوار؟ في الحقيقة اول مرة الدعاء، كل الدعاء لهم في ان يزورون ويرجعون الى اهلهم بالسلامة. هذا اول امنيه لي ان شاء الله يرجعون سالمين غانمين زين من كافه ارجاء العالم، مو شرط انه مثلا زوار عن زوار، كلهم هم زائرين الامام الحسين. اول امنيه هي ان يصلوا الى اهليهم بالسلام، هذا واحد زين. الى خدمه الامام الحسين، هم صحيح يحصلون الثواب في خدمه هؤلاء الزوار، ولكن لابد ثلاث مرات أنبه إلى أن خدمة الإمام الحسين لا تجتمع مع إيذاء زوار الإمام الحسين. هاي ذني ما يجتمع. سيدنا ما أخفى عليك، إيدي تعبت من السيلفي، بس أريد أستفهم هاي شلون يعني هو جاي يخدم زوار الحسين، شلون يأذيهم؟ بعض الخدمة في الحقيقة يعني عدة مزاج خاص، هذا المزاج الخاص لازم يكون ما يعكس على الزوار. نعم يحتفظ به لنفسه جزاه الله ألف خير يحصل ثواب، ولكن لا يؤذي الزوار. لأنه مثلا على سبيل المثال لما تيجي أنت تستغل الشارع الضيق وتنصب به مثلا خيبا، وما يبقى من هذا الشارع إلا ممر بسيط لربما متر إلى متر ونص للمرور، هذا يقول لك يابا أنا أريد أختيم. هذه لو ينظر لها هو هي خدمة زائدة مغثة أصلاً إزعاج، مو إزعاج يابا أنت هذا الشارع شارع العالم، هذا والسعر شارع الزائر والخدمة، شارع عام هذا مو للخاص حتى تمام. أحسن سيد، احنا ذكرنا هاي المسألة طبعاً في البث خلال أسئلة، هذا مهم جداً. ذن الأمرين ما يجتمعان في خادم الحسين، يخدم من جهة ويزعج الزوار من جهة أخرى، ذن ما يجتمعان. لابد أن يكون خدمته خالصة. الخدمة الخالصة شلون؟ لازم يكون ينظر إلى المسألتين، ينظر إلى الخدمة من جهة، وإلى توفير الراحة لزوار الإمام الحسين عليه السلام، لأن هذه أيضا هم خدمة. موفق سيدنا، موفق حبيبي، الله يسلمك يبارك فيك، اللهم يخليك غيم على رأس عيالك ويوفقك لخدمة سيد الشهداء. ممنون. محل الكلام ويا سيد ظافر الفياض. طبعا سيد ظافر جزا الله خير جزاهم الى بصمه، وكان في برنامجه جدا مهم، هو برنامج فقهي، ولكن هذا البرنامج كان في على شاشتي قناه الامام الحسين وقناه المرجعيه الفضائيه. طبعا ننتقل حتى وقت ديداهمنا، وبعدين عندنا ضيوف عبر الاتصال نكون في خدمتهم.
نعرج إلى موضوع السيلفي، وإن شاء الله في الحلقة القادمة هي حلقة ختام، ولكن اليوم إن شاء الله بإيجاز نأخذ الشخصيات اللي عندنا عبر الاتصال الهاتفي وننتقل إلى فقرة على وتر اللقاء. رافقونا. السلام عليكم سيد ظافر، وحياكم الله وأهلا وسهلا بكم سيدنا. السيد ظافر الفياض حياكم الله. السلام عليكم سيد ظافر. عليكم السلام ورحمة الله. اللهم يحفظك، عظم الله لكم الأجر وأحسن لكم العزاء، وهنيئا لكم خدمة سيد الشهداء في زيارة الأربعين. أعظم الله لكم الأجر إن شاء الله. الله يسلمكم إن شاء الله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر. أحب في البداية أن أشكر قناة الإمام الحسين عليه السلام ولشخصكم الكريم على هذا البرنامج القيم الله يسلمك، الذي يبين فيه مقدار العمل العظيم والجهد الكبير المبذول من قبل القناة ومن قبل العاملين في القناة لخدمة الإمام الحسين عليه السلام. الله يسلمكم إن شاء الله. طبعا سماحة السيد أريد أسأل جنابك، وهو حول ما هو دور التبليغ الديني عبر القنوات الفضائية والإعلام الشيعي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة هذا الجانب من الإعلام أو ما يصطلح عليه بالميديا، نعم، جانب مهم جدا في التبليغ الإسلامي على العموم والتبليغ الشيعي على الخصوص. ونحن لدينا قضية مهمة جدا، وهي قضية الإمام الحسين عليه السلام وثورته العظيمة وخروجه إلى كربلاء بأهله وبعياله، كما يقول ونقل عن الإمام الحسين عليه السلام: ما خرجت أشرا ولا بطرا، وإنما خرجت لأجل الإصلاح في أمة جدي رسول الله. فهذا ينبغي أن يصل إلى مسامع العالم بأجمعه، وطريق وصول هذا الشيء إلى العالم هو الإعلام، نعم، وخصوصا الإعلام المسموع والإعلام المنظور، واللي هو يتمثل بالقنوات الدينية الشيعية مثل قناة الإمام الحسين عليه السلام، نعم، وما في لافة. الله يسلمكم إن شاء الله. طبعا كذلك سماحة السيد، بس أريد أسأل جنابك بخصوص أنه ما قام به سيد الشهداء من تضحية، اليوم احنا شلون كموالين نشكر ابي عبد الله الحسين عليه السلام الذي قدم الغالي والنفيس لاجل المذهب ولاجل الاسلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة يحتاج الى تبيان مقدمة في الشكر قبل ان نذكر كيف نشكر الامام الحسين عليه السلام. الشكر هو عبارة عن تصور النعمة أو تقدير نعمة المنعم، نعم، وهذه تظهر آثارها أولا في القلب أو مثلا في اللسان أو في الأفعال والأعمال. هذه ثلاثة مواطن يمكن فيها ظهور الشكر، نعم، ونحن كموالين يعني ينبغي لنا أن نشكر الباري عز وجل أولا، ثم نشكر الإمام الحسين عليه السلام ثانيا. أحسنت. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: شكر النعمة
اجتناب المحارم. وتمام الشكر قول الرجل الحمد لله رب العالمين. أحسنت. فالموالي إذا قال مثلا عفوا إذا اجتنب المحارم واضح في هذه الحالة يكون الموالي قد شكر الإمام الحسين عليه السلام. وقد قدمت قبل قليل من أن الإمام الحسين قال ما خرجت أشرا ولا بطرا، نعم، وإنما خرجت لأجل الإصلاح في أمة جدة. الإصلاح نعم. معناه أن يكون المسلم مجتنب للمحارم مطيعا لله سبحانه وتعالى. هذا هو مقدار الشكر للإمام الحسين إذا أردنا تبيان هذه المسألة بهالصورة. أحسنتم، شكرا لكم سماحة السيد ظافر الفياض الضيف الدائم في البرامج الفقهية في شاشة قناة الإمام الحسين العربية. شكرا لكم سيد، الله يسلمك. نعم مشاهدينا الكرام، وكذلك ننتقل إلى الاتصال الآخر مع الأستاذ أحمد ماضي، إن شاء الله يكون على أتم الاستعداد. طبعا مثل ما أشار سماحة السيد ظافر الفياض على أهمية دور الإعلام في التبليغ الديني والإسلامي، طبعا احنا في يعني سابقا في بداية الحلقة تقريبا حلقتين ثلاثة تكلمنا حول الإعلام وأهمية الإعلام ودوره في زيارة الأربعين وتغطية زيارة الأربعين، هذا من جانب، والجانب الآخر بدوره الشمولي في خدمة محمد وآلي محمد. ولكن للأسف هناك اليوم الإعلام يعني هذا الإعلام هو خلينا نقول هي أقلام أموية، هي أقلام حقيقية أموية بعض الفضائيات للأسف. ننتقل إلى كذلك إلى على وتر اللقاء مع الأستاذ أحمد ماضي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا حياك الله أستاذ أحمد ماضي، معد ومقدم برامج في قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية. حياكم الله حبيبي سيدنا، الله يبارك فيكم، موفقين إن شاء الله على هذا الجهد الإعلامي الحسيني النظيف وهي الرسالة الأربعينية الكبيرة اللي قدمتوها. الله يسلمكم إن شاء الله. أستاذ أحمد كان لك برنامجين، نعم، هذا البرنامجين إلهن بصمة مهمة جدا. الأول هو ديوان الأربعين اللي هو تستقبلون بأربعينية سيد الشهداء وهذه المناسبة العظيمة، والثاني نعم. منصة الأربعين. نتطرق باختصار أو بخصوص ديوان الأربعين لا شوية نأخذ به فد مجال لأن من البرامج لا. المهمة برنامج لا. ديوان الأربعين إلى بصمة، شنو هذا كان آليته وماذا استفادت منه المواكب الحسينية بأرجاء العراق؟ تفضلوا. الله يسلمكم، بداية تحياتنا لك ولكادر برنامج ما بعد الأربعين ولكل متابعي قناة الإمام الحسين، قناتنا النافذة الكبيرة والمهمة للخبر الحسيني والإعلام الحسيني. برنامج ديوان الأربعين مثل ما تعرف يكون المشاهدين المتابعين السنة الثالثة على التوالي، نعم، ينعرض على شاشة الإمام الحسين. فيه ضيف دائم اللي هو جناب الشيخ عبد العلي الحميري، تحياتنا له. أحسن، تحياتنا له. 10 حلقات كانت عندنا، في كل حلقة يكون عندنا ضيفين من مدن العراق. نعم. السنة كانت الضيوف الطابع الغالب راح يكون أحد شيوخ العشائر اللي عندهم مواكب خدمية، نعم، وأحد كفلاء المواكب. الهدف من البرنامج أمرين، الأمر الأول هو التعرف على الاستعدادات والتحضيرات بالنسبة للمواكب والهيئات والمضايف والعشائر والحسينيات واستعداداتها لاستقبال الزائرين والزحف المليون، كيف تكون آلية هذا الموضوع، شنو اللي يقدمونه، شنو اللي حضرونه، شنو الواجبات اللي يدونها، حقوق الزائرين. نعم. الهدف الثاني واللي هو المهم هو إيصال رسالة إلى الجميع حول مستوى ما يقدمه الشارع العراقي والشعب العراقي على مختلف طبقاته وطوائفه وشخصياته وعناوينه وثقافاته
الكل تنصهر ببودقة واحدة هي بودقة الخدمة الحسينية. بلي. فتلاحظ الرتبة العسكرية وتلاحظ المنصب الأكاديمي وتلاحظ المكانة العشائرية وتلاحظ الشخصية الدينية والإنسان العام، الكل الشاب والسايب والمرأة والرجل والطفل، الكل تقف على قدم وساق من أجل أن تقدم خدمة ترضي بها ضيوف الحسين سلام الله عليه. وصراحة كان رسالة كبيرة أن وقفنا بها على حقائق مهمة حول أولا القضية المهمة اللي نحاول أن نوصلها ودائما نكررها كده، ورسالة اليوم نعيدها وبصوت عالي إلى العالم أجمع ليفهم ويعي كل من يتابع أن ما يقدمون العراقيون هو من مالهم الخاص، ليس هنالك لا دعم خارجي ولا هذه الالتفاتة جدا راقية أبو فيصل، لأن اليوم أكو الإعلام للأسف بعض القنوات تروج على أنه هذا لا يعني جهد من حكومات خارجية. يعني مع احترامنا وتقديرنا للجهد الحكومات المحلية قاعد يأدون واجبهم بكل الدوائر الخدمية والدوائر الأمنية، يأدون واجبهم بالنتيجة هذا واجبهم، يعني لما يقفون وينظمون ويقدمون خدمة هم واجب عليهم عقائديا ودينيا وهم واجب خدمي ووظيفي. نعم أحسن. وهم مشكورين عليه، ولكن التكاليف والصرفيات المبذولة من الطعام من المأكل من المشرب من الخدمات المقدمة أحسنتم أبو فيصل من أموال العراقية ومن أحسن. الجيب العراقي. ولاحظنا أنا أتمنى من المتابع أن يتابع هاي المقاطع اللي جاي نبثها على قناة الإمام الحسين مع الناس والأفراد وكيف يشكرون البيت العراقي ويشكرون المواطن العراقي بلي صحيح يشكرون الخادم العراقي على ما قدمه. هنالك رسائل كبيرة وصلت شعرية وأثرية أبو فيصل، حتى العراقية. نستثمر الوقت لأن الوقت تقريبا هو وصلنا إلى ختام الحلقة بهذه الثواني الأخيرة الله يسلمكم، بس أريد أسألك بخصوص منصة الأربعين اللي هي برعاية مؤسسة مصباح الحسين بلي. بإيجاز بثلاثين ثانية اليوم أنا أنحني إلى مؤسسة مصباح الحسين على السلام والإغاثة والتنمية ومجموعة الإمام الحسين الإعلامية ومكتب السيد السراج دام أظلة عن تعاونهم هذا الكبير. السنة يا سيد بهاء كانت مميزة منصة الأربعين، كان عندنا 100 شاعر وشاعرة ومن 14 دولة، شعر فصيح وشعبي وأهازيل، والكل تكلم فقط في مدار الحسين وإحياء شعيرة الحسين، وهذا الشيء احسنت ان شاء الله. احسنتم، شكرا لكم استاذ احمد ماضي مقدم الله يسلمكم موعد ومقدم برامج قناه الامام الحسين عليه السلام، شكرا لكم. مشاهدينا الاحبة طبعا وصلنا وياكم الى ختام هذه الحلقه، وان شاء الله نلتقيكم بالحلقات القادمه، واخر دعوانا اللهم عجل لوليك الفرج، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الى اللقاء.